خلال زيارة ميدانية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة، تم الكشف على أن نسبة تقدم أشغال تشييد سد وادي مارتيل بلغت نسبة 98% على أمل أن تنتهي بشكل كامل في الأسابيع القليلة المقبلة. ويبلغ حجم الحقين الكلية لسد واد مارتيل 120 مليون كيلومتر مكعب، وسيمكن من تنظيم استغلال ما يناهي 70 مليون متر مكعب سنويا من المياه. وقد تم الانتهاء بشكل كامل من أشغال جل مكونات المشروع، بينما تناهز هذه النسبة 85% بالنسبة لطرق الولوج إليه وبعض المنصات. سد مارتيل أنتم لاحظتوا أن الأشغال انتهت تقريبا، تتكلموا على حوالي 99% من الأشغال. هذا سد مكلف بطبيعة الحال، المبلغ ديالو 1.6 مليار ديال الدرهم، اللي غيكون عنده أثار بطبيعة الحال على ضمان تزويد مدينة تطوان والمحيط ديالها بالمياه الصالحة للشرب، لكن كذلك حوالي 1000 هكتار من الأراضي النسقية والحماية من الفيضانات. وتتميز بطبيعة الحال السد بأن الهندسة ديالو كانت هندسة استثنائية. كما تم خلال الزيارة إعطاء انطلاقة إنجاز الشطر الثالث من مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 بين تطوان وشفشاون باستثمار يصل إلى 237 مليون درهم، ويمتد المشروع على مسافة 10.7 كيلومترات، حيث يربط هذا المحور الطرقي بين الزينات النقطة الكيلومترية 66 ودوار أشقراد النقطة الكيلومترية 77. مشروع ديال تثنية الطريق الوطني رقم 2 بين تطوان وشفشاون تقريبا اكثر من 50 كيلومتر، الكلفه ديالها حوالي مليار ديال الدرهم. وطبيعه الحال هذه الاثار ديالها غني عن البيان، لان غيكون عندها واحد الاثر كبير على التسريع بالجولان والسلامه الطرقيه. اغلب المقاطع ديالها الان انطلقت. وهذه المشاريع تندرج ضمن الاتفاقية المتعلقة بإعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث خصصت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء غلافا ماليا قدره 600 مليون درهم من أجل تأهيل الطريق الوطنية رقم 2 على طول حوالي 49 كيلومتر، بالإضافة إلى تقوية الطريق الدائري لتطوان على طول 4 كيلومترات.